الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. الحكومة تقرر اعتبار اليوم نصف وقت عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. تواصل عمليات فرز أصوات المصريين بالخارج، والخارجية تؤكد زيادة التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بنسبة 22% مقارنة بالمرحلة الأولى. العاشرة صباحا في القاهرة، أتمنى بتوقيت جرينتش موعد نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم. بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتتواصل عمليات التصويت حتى 9 من مساء اليوم. تشمل هذه المرحلة 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. ويجرى الانتخاب بالنظام الفردي على مستوى 102 دائرة في محافظات المرحلة الثانية، والتي تضم 222 مقعدا انتخابيا فرديا، إلى جانب الانتخاب بالنظام القوائم على مستوى قطاعين اثنين، وهما قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. ينضم إلينا من شبكة مراسلين في المحافظات المختلفة أحمد أبو الحسن، مراسل النيل من محافظة الإسماعيلية. أحمد، صباح الخير. صباح الخير أحمد، كيف تسير العملية الانتخابية لديك في دوائر محافظة الإسماعيلية؟ بداية يعني بعد التحية لكم ولسادة المشاهدين، بالفعل نحن نتواجد هنا لليوم الثاني في محافظة الإسماعيلية. هذا اليوم في تمام الساعة 9 صباحا بدأت اللجان الفرعية في كافة المحافظة، وعدت هذه اللجان 366 لجنة فرعية فتح أبوابها أمام الناخبين الذين بدأوا يتوفدون إليها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للمرحلة الثانية. نؤكد أن اللجان الانتخابية الفرعية التي ذكرناها فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة التي أكدت لنا أن اللجان كافة بدأت في تمام الساعة 9، لم تتأخر أي لجنة من فتح أبوابها واستقبال الناخبين. هذا بالنسبة للجان وانتظام وصول القضاة في المواعيد المحددة. أما إذا تحدثنا عن الإقبال، فبدأ الإقبال يعني ربما يكون ضعيفا في البداية، ولكن ننتظر إقبالا كبيرا كما حدث بالأمس أيضا في هذه اللجان، وخاصة في اللجان التي نتواجد بها. ولكن علمنا أيضا بالأمس أن هناك في الدائرة الرابعة والتي تضم مدينة القصصين وتل الكبير، هناك إقبال كبير كان يفوق أكثر من نسبة كبيرة، تفوق أكثر من 25% من عدد أصوات الناخبين. إذا تحدثنا أيضا عن الناحية الأمنية، قوات الشرطة والقوات المسلحة في التعاون معا في التواجد أمام كافة اللجان وتأمين مقرات الانتخابات وأيضا الأماكن المحيطة بها أيضا، حتى يمكن للمواطن الناخب أن يصل إلى اللجنة بيسر وسهولة، وتأمين العملية الانتخابية بشكل ميسر تماما كما حدث بالأمس. أيضا نريد أن نؤكد أن هذه التأمينات هي تأمينات قوية ومشددة، ولكن للتيسير على المواطنين. إذا تحدثنا عن نسبة المشاركة للسيدات، نسبة المشاركة للسيدات لم تكتفي فقط بالإدلاء بأصواتهن، ولكن السيدات حضرنا بالأمس للإدلاء بأصواتهن، إضافة إلى أن نريد أن نذكر بأن عدد السيدات الذين تقدموا
للترشيح للفوز بأحد ببعض المقاعد البرلمانية هو في محافظة الإسماعيلية، 6 نساء منهم 5 نساء، منهم 5 نساء هنا فقط في الدائرة التي نتواجد بها، الدائرة الأولى. أيضا نذكر أن محافظة الإسماعيلية عدد الذين تقدموا، عدد المرشحين بها هو 98 مرشح، وأيضا عدد الذين لهم حق التصويت من الناخبين والناخبات هو 781,527 ناخب وناخبة. عدد الدوائر العامة في محافظة الإسماعيلية 4 دوائر عامة. أيضا هذه ال4 دوائر عامة مقسمين إلى 210 مركز انتخابي. هذه المراكز الانتخابية تضم 366 لجنة فرعية. عدد القضاة 376 قاضي مشرف على العملية الانتخابية. نعم. اللجان الأربعة، إذا يعني أردنا أن نؤكد أن اللجنة الأولى وهي تضم مدينة الإسماعيلية والأحياء التابعة لها، وهي ويتنافس بها فيها المرشحين على مقعدين. أما الدائرة الثانية وتضم القنطرتين، القنطرة شرق والقنطرة غرب، ويتنافس فيها المرشحين على مقعد واحد. أما الدائرة الثالثة وهي دائرة مدينة وتضم مدينتي أبو صوير وفايد ومركز الإسماعيلية، ويتنافس المرشحون بها على مقعد واحد. أما الدائرة الرابعة والأخيرة فهي تضم مدينة القصاصين والتل الكبير، ويتنافس المرشحون بها على مقعدين. إذن عدد المقاعد هنا في التي يتنافس عليها المرشحون هنا في محافظة الإسماعيلية عدد 6 مقاعد، إضافة إلى مقعدان على نظام القائمة التي لا يوجد لها منافس هنا في محافظة الإسماعيلية، ولذلك هذه القائمة تحتاج إلى عدد 5% من أصوات الناخبين حتى يتم الفوز لها بالتزكية، حتى يتم الفوز لها بنسبة 100%. نعم أحمد أبو الحسن، متابعا لسير العملية الانتخابية من محافظة الإسماعيلية، شكرا جزيلا لك، وابقى معنا لنتابع إيهاب ويليام من محافظة السويس. صباح الخير إيهاب، كيف تسير الأمور لديك في محافظة السويس، ونسبة الإقبال لديك في الساعات الأولى من صباح اليوم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب؟ صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين قناة النيل. الحقيقة 65 مقرا عاما على مستوى محافظة السويس بتضم 173 لجنة فرعية فتحت أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم أمام 413,593 الناخب وناخبة مقيدين في الجداول الانتخابية في محافظة السويس. السادة القضاء أشرفوا بأنفسهم على فتح هذه الصناديق والتأكد من أنه لم يتم العبث بأي منها، خاصة أن اللجان كان عليها تأمين مشدد سواء من القوات المسلحة اللي عينت خدمات خاصة بهذه اللجان من خارجها بالطبع، أو من مديرية أمن السويس اللي كانت هناك قوات للانتشار السريع تحيط بهذه اللجان وتتأكد وتطمئن أنه لن يتم الاقتراب منها أو من محيط الشوارع التي تضمها. يعني على أي الأحوال كما ذكرتي نسبة الإقبال يعني لا نستطيع أن نحددها الآن في مثل هذه الساعات الأولى من الصباح، خاصة أن محافظة السويس كما تعلمين هي قلعة صناعية كبرى تضم العديد من الشركات والمصانع التي لا يخرج العاملون بها قبل يعني ساعات الظهيرة، لكن ربما تسمح الإجازة التي قررتها الحكومة للعاملين بالقطاع العام أو الحكومة في تساهم في زيادة الإقبال في ساعات ربما أبكر نسبيا مما هو معتاد لمنحنى التصويت في محافظة السويس. يعني على أي الأحوال حتى الأمس لم يتم الإبلاغ عن أي خروقات تشكل ثمة ظاهرة في محافظة السويس، فقط أدلى للسيد المستشار نجاتي حبيب غبريال رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة السويس بتصريح حول تحرير محضرين فقط لاثنين من الناخبين، احدهما بمنطقه بور توفيق والاخر بلجنه في منطقه عتاقه، قام بتصوير الورقه الانتخابيه ربما في محاوله للحصول على رشوه انتخابيه، لكن
الحقيقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وسيتم معاقبتهما وفق ما أكدت النيابة العامة. فيما عدا ذلك الحقيقة كانت قد ترددت شائعات عن وجود بعض الحشد في القطاع الريفي، وأنت تعلمين أن يعني طبيعة القطاع الريفي في محافظة السويس ربما ووجود أسر وعائلات كبرى ومرشحون لهم أنصار قد تسمح ببعض الحماس الزائد، لكنه في النهاية لم يشكل ثمة ظاهرة يمكن أن تعكر صفو العملية الانتخابية. نعم. حتى الآن أعمال التأمين الحقيقة والرقابة مستمرة في محافظة السويس، وننتظر خلال الساعات القادمة ما سيسفر عنه يعني نسبة الإقبال. نعم، إيهاب ويليام مراسل النيل متابعا لسير العملية الانتخابية من محافظة السويس، شكرا لك. وننتقل مشاهدينا إلى مراسلة النيل في محافظة الشرقية أسماء عبد العظيم. أسماء صباح الخير، يعني هل رصدتم أي خروقات خلال عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015؟ تحياتي لك نجلاء وجميع السادة المشاهدين المتابعين لقناة النيل للأخبار. نحن الآن أمام اللجنة الفرعية بمدينة أصدقازيق بالدائرة الأولى، لجنة مدرسة الفندقية. فتحت جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بصوتهم، وذلك في اليوم الثاني على التوالي للإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية. لو تحدثنا عن الإقبال اليوم، ما زال الإقبال ضعيفا ونحن في ساعات الصباح الأولى مقارنة بليلة أمس التي كان فيها إقبالا شديدا من قبل الشرقية، سواء في مدينة الزقازيق أو في 13 دائرة التابعة لمحافظة الشرقية. كانت هناك بعض الانتهاكات في بعض الدوائر الانتخابية في ديار بنجم وفي هيا وفي أبو كبير وفي أبو حماد، ولكن جميع هذه الانتهاكات تم الإبلاغ بها إلى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الانتهاكات. ربما محافظة الشرقية بها العائلات الكبيرة التي تشهد حراك سياسي كبير، المرشحون في هذه الدوائر ربما ينتمون إلى عائلة واحدة، وهو ما يعني يخلق النوع من الصراع السياسي ما بينهم. كان هناك خلافات وكانت هناك بعض المشادات ما بين عائلتين في مركز ديار بنجم وفي عائلة واحدة في مركز أبو حماد. لو تحدثنا عن التأمين في محافظة الشرقية، قوات الجيش والشرطة تقوم بتأمين اللجان الانتخابية بالداخل والخارج على إشراف القضاي يقوم بواجبه على أتم استعداد. هناك استقبال تام للناخبين داخل اللجان الانتخابية وإدلائهم إلى اللجان التي يقومون بالإدلاء فيها بأصواتهم. لو تحدثنا عن نسبة التصويت وحسب ما أعلنته غرفة عمليات محافظة الشرقية أمس وليس اليوم، كانت هناك نسبة تصويت تزيد عن 11% أمس، من المتوقع أن تزيد هذه النسبة في اليوم الثاني للإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية. نعم، أسماء عبد العظيم من محافظة الشرقية شكرا لك. وأنتقل مشاهدينا إلى مراسل النيل في شبرا منذر أبو دوح. منذر صباح الخير، كيف تسير الأمور لديك في دوائر الانتخاب في شبرا؟ نعم، بالفعل بدأت في صباح اليوم 9 جميع الدوائر فتحت في مواعيدها بالتمام كلها، لم تحدث أي مشاكل. بالنسبة في المقارنة بالنسبة الإقبال المواطنين عما كان عليه الأمس، هي أقل بطبيعة الحال. كان الإقبال متزايد ولا يختلف الوضع عما كان عليه وشرحته زميلتي أسماء عبد العظيم في محافظة الشرقية. الإقبال بالأمس كان نسبة أعلى حدثت في قبل إغلاق باب الاقتراع في الساعة 9 من مساء الأمس، وكانت بدأت تزداد مع الساعة 5 عما كانت عليه في صباح الأمس. اليوم شاهدنا تأمين مكثف من قبل قوات الأمن والشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابية المنتشرة في منطقة روز الفرج وشبرا، وكذلك التواجد الأمني المكثف يساعد على تيسير وتسهيل العملية الانتخابية لتيسيرا على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع التواجد من قبل رجال القضاء للتسهيل كذلك على كبار السن وكذلك أصحاب المرض في الإدلاء بأصواتهم والاقتراع. نعم منذر، يعني هل رصدت أي خروقات من جانب المرشحين أو أنصارهم خلال عملية التصويت في اليوم الأول بالأمس؟
بالفعل وفقا لتصريحات رئيس اللجنة العامة المستشار منير محمد عبد الفهيم بأنه لم ترد إليهم أي خروقات انتخابية أو أي شكوى من القضاء أو المرشحين بخصوص العملية الانتخابية أو بخصوص أي خروقات من قبل المرشحين أو أي معوقات كانت تحدث أمام الناخبين في عملية الاقتراع بالأمس. منذر، نسب الإقبال كما ذكرت وباقي المراسلين في محافظات المرحلة الثانية ذكروا أن هناك نسبة إقبال كبيرة، الفئات العمرية التي تقبل على، هل هم من الشباب أم من كبار السن أم من السيدات؟ الملحوظ في منطقة رود الفرج وشبرا هو إقبال السيدات سواء من كبار السن أو من الشابات على عملية الاقتراع بنسب أكبر عما عليه من بالنسب للرجال، وهذا هو أهم الملاحظات التي لاحظناها في إقبالهم وفي متابعتنا للجان المنتشرة في رود الفرج وشبرا. وإذا كان ينم فينم عن مدى الوعي الكبير لدى المرأة المصرية لمدى معرفتها ومدى أهمية الإسهام في بناء برلمان 2015 لأنه سيكون هو المستقبل لمصر في الفترة القادمة. نعم، منذر أبو دوح من شبرا، شكرا جزيلا لك. أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قرارا لكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باعتبار اليوم نصف وقت عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يهدف القرار وفقا للبيان الصادر من مجلس الوزراء إلى تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مع مناشدة القطاع الخاص بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه خاصة المغتربين منهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البرلمانية. أكدت غرفة عمليات وزارة الداخلية على سلامة صناديق الاقتراع بكافة اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية. كانت القوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية قد كثفت الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية في أعقاب انتهاء عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية الليلة الماضية لضمان حماية صناديق الاقتراع والحيلولة دون وقوع أي محاولة تعرقل سير العملية الانتخابية. أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن اليوم الأول من الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية قد شهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين. وأوضح مروان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن اللجنة تلقت 128 شكوى بعد فترة الراحة في أول أيام انتخابات المرحلة الثانية دار أغلبها حول تأخر فتح عدد من اللجان، كما تم ضبط عدد من حالات تسويد بطاقات إبداء الرأي وإحالتها إلى النيابة. ذكرت غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء أثناء متابعتها لسير العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أن العملية الانتخابية اتسمت بصفة عامة بالانتظام والاستقرار في غالبية اللجان. وأوضحت الغرفة أنه تم في اليوم الأول رصد تأخر فتح 41 لجنة في 6 محافظات لمدة تراوحت ما بين ساعة وساعتين لتأخر وصول عدد من القضاة، إلا أنه تم حل المشكلة وانتظمت عملية الاقتراع. وأشارت إلى أن بعض المحافظات شهدت عددا محدودا من المخالفات الانتخابية، في حين أكدت أن المتابعة الدولية للانتخابات تمت من خلال زيارات ومرور ممثلي الجهات والبعثات الدولية المرخص لها. تنضم إلينا مباشرة مراسلة النيل ولاء الحديني من المنصورة. ولاء، صباح الخير. صباح الخير نجلاء، تحياتي لك وتحياتي للسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. أحدثكم الآن من داخل مدرسة محمد الباز، الشهيد محمد الباز الابتدائية بمدينة المنصورة. مدينة المنصورة تعد هي الدائرة الأولى هنا في محافظة الدقهلية، يتنافس فيها 60 مرشحا على 3 مقاعد. كما تعلمين أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات الكبرى حيث يوجد فيها 7 ملايين مواطن ومن لهم حق التصويت في هذه المنصورة
المحافظة 4 ملايين مواطن يدلون بأصواتهم داخل 1759 لجنة فرعية داخل 795 مركزا انتخابيا موزعة على 11 دائرة. مخصص هنا للقائمة 8 مقاعد من 45 مقعدا. هذا فيما يخص محافظة الدقهلية بوجه عام. وإذا تحدثنا عن هذه الدائرة وهي الدائرة الأولى بوجه خاص، ففي الأمس شهدت أقبال دون المتوسط، وهذا اليوم لن يختلف كثيرا عن الأمس، فالأقبال لا زال دون المتوسط في الساعات الأولى من العملية الاقتراع في اليوم الثاني. فيما يخص الدوائر الأخرى وفيما يخص المراكز الانتخابية الأخرى، البعض شهد أقبال كثيفة في بداية اليوم، والبعض الآخر أيضا شهد أقبال دون المتوسط. ربما الساعات القادمة تحمل لنا كثافة في الإقبال من قبل السادة المواطنين وخاصة الناخبين في هذه المحافظة. تحدثنا بالأمس نجلاء مع عدد من المواطنين في محافظة الدقهلية، وخاصة بالأمس كنت أقوم بتغطية مركز ومدينة ميت غمر، فتحدثوا معنا عن مطالبهم من البرلمان القادم، ووجدنا أن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، بالمرافق، بالصرف الصحي، بالمياه، بغيرها، كانت على رأس أولويات هؤلاء المواطنين. البعض الآخر من الشباب تحدث عن مشكلة البطالة، وأكد أنه يحتاج إلى المزيد من المشروعات والمزيد من القروض لعمل مشروعات للخروج من هذه الأزمة. هذا فيما يخص الكبار السن، وهذا فيما يخص مطالب الشباب. أيضا بالأمس رصدنا وجود إقبال كثيف من الناخبين على اللجان في القرى، وخاصة أن القبلية والعصبية هي التي تتحكم في العملية الانتخابية هناك في القرى، وهذا هو تفسيري لهذا المشهد، وخاصة أن قرى كثيرة بالأمس شهدت إقبال مكثف من قبل المواطنين، وكانت المدينة تشهد إقبال متوسط. إذا تحدثنا عن العملية التأمينية هنا في محافظة الدقهلية، عملية التأمينية هنا رصدناها بشكل كبير، وجدنا أن هناك تأمينات مشددة ومكثفة من قبل قوات الأمن، من قبل الجيش ومن قبل الشرطة. طائرات الهليكوبتر بالأمس كانت تحلق في سماء جميع المقرات لتأمينها. أيضا عن الخروقات التي رصدناها بالأمس، رصدنا وجود بعض أنصار المرشحين أمام بعض اللجان في ميت غمر، وهنا أيضا في مدينة المنصورة في هذه الدائرة الأولى، كانوا يقومون بتوجيه الناخبين أعطي صوتك لهذا ولا تعطي صوتك لذاك، وتم تحرير محاضر لهؤلاء الأنصار المرشحين. ليست هناك خروقات من قبل جماعة الإخوان، ليست هناك محاولات لقطع الطريق أو غيره كما رصدناها في المحافظات السابقة في المرحلة الأولى. أيضا فيما يخص استعدادات المحافظة، استعدت بشكل كبير لاستقبال عملية الانتخابات، وهذا ما بدا جليا أمامنا بالأمس. كانت هناك خطة لإنارة جميع المقار الانتخابية وتوصيل المرافق بها في حالة وجود انقطاع التيار الكهربائي أو غيره. أيضا كانت هناك مظلات أمام جميع اللجان، وذلك تحسبا لسقوط الأمطار أو غير ذلك. أيضا تم تنظيف جميع الشوارع، تنظيف جميع المقار الانتخابية. هذا بالنسبة للجهود التي قامت بها محافظة الدقهلية بالأمس. هذا فيما يخص المشهد هنا في محافظة الدقهلية. نعم، إليك نجلاء. نعم، مراسلة نيل ولاء الحديني من محافظة الدقهلية وتحديدا من الدائرة الأولى في المنصورة، شكرا جزيلا لك. أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التقرير الصادر عن غرفة الأزمات والكوارث قد رصد حالتي وفاة و49 حالة مرضية، من بينها 13 حالة خروج تحسن و14 حالة تحت العلاج والملاحظة و22 تم إسعافهم، بالإضافة إلى 10 مصابين. وأشار التقرير الخاص بمتابعة اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب إلى خروج 4 من المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ويتبقى 6 آخرون تحت العلاج والملاحظة. يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعته للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية عن طريق غرف المتابعة التابعة للمجلس، وتقوم الفرق الميدانية التابعة للمجلس بالانتشار في مختلف محافظات المرحلة الثانية لرصد أي مخالفات خلال التصويت.
في أجواء من الشفافية والمصداقية تستمر متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان للانتخابات البرلمانية في مختلف محافظات المرحلة الثانية. المجلس وهو بيتابع العمليه الانتخابيه يعني لا يكتفي بالمتابعه الميدانيه من خلال فروعه، بيرسل بعثات ميدانيه اخرى للوقوف على سير العمليه الانتخابيه. بقبل شكاوي عن طريق التليفون وبكلم المحافظات، جميع المحافظات الشكوى بناخدها من المجتمع المدني او المتابعين في اللجان، بالاول بناخدها وبعد كده بنتاكد منها، بنكلم المتابعين عندنا في المجلس ميدانيا، وبعد كده بتتعامل في صورة بلاغ قانوني. يعتمد المجلس على غرفتين مركزيتين للمتابعة لرصد الشكاوى عبر التواصل مع البعثات الميدانية ومنظمات المجتمع المدني. الشكوى بتيجي بيتم تصنيفها لنوع الانتهاك المخصص للشكوى، بعد ذلك بيتم صياغتها في صورة بلاغ قانوني، بيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه، صاحبة الفصل فيه، ولكن هناك تدخلات بعد التأكد من صحتها تحتاج تدخل سريع من اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيها أو إيجاد حلول سريعة عليها. عملية رصد وتسجيل المخالفات الخاصة بسير العملية الانتخابية تتم بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية على مدار اليوم. يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية متابعته لسير العملية الانتخابية من أجل رصد الشكاوى والخروقات لعرضها على اللجنة العليا للانتخابات صاحبة الفصل فيها. من مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء منتصر، النيل. يتواصل فرز أصوات المصريين في الخارج بعدما اختتموا أمس عمليات التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وقد صرح سفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف انتخابات المصريين بالخارج، صرح أن إجمالي عدد الأصوات في المرحلة الثانية في الخارج بلغ 37168 صوتا، وأن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة حوالي 22% من إجمالي الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن متانة وقوة العلاقات المصرية الأمريكية تمكن الجانبين من الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة تتناسب مع ما يشهد الشرق الأوسط والعالم من متغيرات، مؤكدا حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة في جميع المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لعدد من قيادات الكونغرس الأمريكي، حيث عقد لقاءين منفصلين، الأول مع السناتور الجمهوري روبرت كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم لقاء ثاني مع النائب الجمهوري دانا روبراخر رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب، والنائبة الديمقراطية تولسي جابارد عضوة لجنتي الخدمات العسكرية وأوروبا وأوراسيا بمجلس النواب الأمريكي. ينضم إلينا مباشرة مراسل النيل من المحلة الكبرى علي فتحي. صباح الخير علي. صباح الخير نجلاء، صباح الخير مشاهدينا الكرام ومشاهدي النيل الأخبار. يعني نحن اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية للاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق برلمان 2015. أتواجد داخل مدينة المحلة الكبرى وبالتحديد بمدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية، إحدى اللجان الفرعية داخل هذه المحافظة. إطلالة سريعة على الدوائر الانتخابية وتقسيم محافظة الغربية من خلال بعض الإحصاءات، حيث أن عدد السكان داخل محافظة الغربية 4,751,865 نسمة، وعدد من لهم حق التصويت بمحافظة الغربية 3,121,315 شخص. عدد اللجان الانتخابية أو الدوائر الانتخابية
الغربية هي 9 دوائر انتخابية مقسمة إلى 1569 مقر انتخابي أو لجنة فرعية يشرف عليها 1569 قاضي داخل 702 مركز انتخابي. الدوائر الانتخابية هي 9 دوائر بمحافظة الغربية تنقسم إلى مدينة طنطا ومركز طنطا، كفر الزيات، قطور وبسيون، مدينة المحلة الكبرى ومركز المحلة، سمنود وزفتة والصنطة. أيضا يعني المرشحين داخل محافظة الغربية هم 261 مرشح. المقاعد المخصصة لمحافظة الغربية داخل البرلمان الجديد برلمان 2015 31 مقعدا، منهم 24 مقعد مخصصين للمرشحين الفرديين و7 مقاعد للقوائم. يتنافس داخل يعني بالتحديد فيما يخص مدينة المحلة، مدينة المحلة بها أكبر عدد من المرشحين حيث يتنافس 50 مرشحا على المقاعد داخل مدينة المحلة الكبرى، منهم 3 سيدات بمركز المحلة أو بندر المحلة، ينقسمون إلى 14 مرشحا حزبيا و36 مرشحا مستقلا، ما يشير إلى احتدام المنافسة بين المرشحين المستقلين داخل مدينة المحلة. أما عن عدد المرشحين داخل مركز المحلة وهو المركز الثاني للمحلة الكبرى، ينقسم إلى 25 مرشحا بينهم 4 سيدات، ومقسمون إلى 15 مرشحا مستقلا و10 مرشحين حزبيين. تأتي طنطا على المرتبة الثانية في المرتبة الثانية من حيث عدد المرشحين الأكثر حيث يتنافس بها 39 مرشحا، ثم دائرة قطور وبسيون ب37 مرشحا. وأصغر الدوائر من حيث عدد المرشحين وأيضا لا يوجد بها سيدات هي دائرة سمنود. دعيني أطلعك على إطلالة سريعة لليوم الأول للانتخابات البرلمانية، حيث أن إجمالي التصويت داخل مدينة المحلة بلغ حوالي 16% في اليوم الأول. نعم. مقسمين إلى 24 يعني مقسمين إلى 19% في المحلة أول و 12% في المحلة ثاني و 13% أيضا في المحلة ثالث. فيما يخص مركز المحلة كانت يعني إقبال كثيف حيث تجاوزت النسبة 24.5% فيما يخص مدينة المحلة. بالنسبة للجنة التي أتواجد بها بمدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية هي تحتوي 4 لجان فرعية، إجمالي من لهم حق التصويت داخل هذه اللجنة 5153 ناخب. تصويت اليوم الأول جاء ب 1476 ناخب بإجمالي 28.6%، وعدد من لهم حق التصويت داخل كل لجنة بهذه اللجان الفرعية هم 2288 ناخب. بالأمس أيضا يعني لم نرصد أي تجاوزات من قبل أنصار المرشحين سوى بعض الخروقات الطفيفة مثل استخدام مكبرات الصوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أيضا رصدنا بعض التوجيهات المباشرة للإدلاء بالأصوات في اتجاه ناخب معين، لكن قوات الجيش وقوات الشرطة أيضا تعاملت مع هذه المواقف بحزم وشدة، وسرعان ما يعني انتهت هذه الظاهرة. كان أيضا هناك يعني في الساعات الأولى رصدنا عدم فتح 4 لجان داخل مدينة المحلة لتأخر حضور القضاء حتى الساعة 10 صباحا بسبب الازدحام المروري داخل مدينة المحلة. وكان هناك أيضا 3 لجان أخرى تم فتح الاقتراع فيها في حوالي الساعة 10:15، نتيجة أن القضاء المشرفون على هذه اللجان اكتشفوا أن اللجان متواجدة بالدور الرابع أو بالطابق الرابع في هذه المدرسة وهي مدرسة صفية زغلول، مما يعني فوجئوا بهذا وأطلقوا أوامرهم أو أشاروا إلى نقل هذه المقار الانتخابية إلى الدور الأرضي، ما يسهل حركة الانتخاب والاقتراع أمام كبار السن حيث أن الطابق الرابع أو الطابق العلوي سيكون به إعاقة وصعوبة للإدلاء بالأصوات من خلال كبار السن في هذه الدائرة. إليك نجلاء.
نعم علي فتحي من محافظة الغربية وتحديدا من مدينة المحلة الكبرى، شكرا جزيلا لك. انتقل مشاهدينا إلى نشوى صالح من القليوبية. صباح الخير نشوى، كيف تسير الأمور لديك مع بداية اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية؟ صباح الخير نجلاء ولكل مشاهدي النيل في كل مكان. بالفعل نحن الآن هنا في مدرسة شهداء ثورة 25 من يناير. هذه المدرسة أو المقر الانتخابي الذي يوجد في مدينة بنها، وهي التي تعرف ببنها العسل هنا في محافظة القليوبية. دعوني أذكر للمشاهد الكريم بين قوسين إطلالة سريعة على أهم الأرقام التي تخص محافظة القليوبية. محافظة القليوبية تعد من أكبر المحافظات كثافة من الناحية السكانية، وذلك من ضمن المحافظات 13 التي تشملها الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية الأهم على الإطلاق، مجلس النواب مصر للعام 2015. محافظة القليوبية يبلغ عدد سكانها حوالي 5,100,000 مواطن. من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات 2,800,000 صوت انتخابي. كذلك يوجد حوالي 548 مركزا انتخابيا و 1,248 لجنة فرعية. من لهم حق المرشحون في هذه الانتخابات في محافظة القليوبية 275 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا انتخابيا. أما بالنسبة للقوائم فهناك 4 قوائم رئيسية تابعة لمحافظة أو لقطاع القاهرة، يتنافسون على 7 مقاعد في البرلمان القادم. من أهم الدوائر دائرة الخنكة، والتي يتنافس فيها 48 مرشحا على 4 مقاعد في البرلمان القادم. أما أقل هذه الدوائر هي دائرة بنها التي نتواجد فيها، يتنافس فيها 22 مرشحا على مقعد واحد، بالإضافة إلى كفر شكر الدائرة الأكثر سخونة في محافظة القليوبية نظرا لوجود عدد كبير من المرشحين الهامين الذين لهم عصبيات وجذور عائلية تنتمي لسنوات قديمة في مجلس النواب مصر على مدى السنوات الماضية. هذا بالنسبة لأهم الأرقام بالنسبة لمحافظة القليوبية. إطلالة سريعة وإضاءة على المشهد الانتخابي بالأمس الذي بدأ في تمام الساعة 9 بفتح صناديق الاقتراع هنا في هذا المقر الانتخابي الذي نتواجد به في مدينة بنها، حيث أنه يوجد بها 3 لجان فرعية بقوام هذه اللجان 6,430 صوتا انتخابيا. بالأمس أغلقت الصناديق هنا في تمام الساعة 9 على حوالي 28% نسبة التصويت التي جرت هنا بالأمس. نستطيع أن نوصفها بالإضافة إلى وصف المراقبون لها الذين تواجدون من مؤسسة معهد لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة الكوميسا والشبكة العربية للحقوق المدنية. نعم نشوى، الذين قالوا أننا تفضلي. نعم نجلة. نشوى، يعني ماذا عن رصدك لحالة الإقبال اليوم وكيف تسير الدائرة المتواجدة بها الآن في بنها؟ حالة الإقبال هل كانت كمثيلتها في الصباح الباكر بالأمس؟ نجلة، كما تعلمين أن هذه اللجنة أو المقر الانتخابي الذي يتواجد به هو 3 لجان فرعية مخصصة للسيدات والمرأة المصرية على مدار جميع الأحداث التي مرت بها مصر، سواء التصويت على الدستور أو الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، فإنها أثبتت أنها من أكثر الحريصين على المشاركة الانتخابية، ونسبة تمثيل المرأة في المشاركة دائما تمثل نسبة عالية. بالفعل يمكننا من خلال شبكة عدسة النيل الأخبار أن نرصد أن الإقبال فوق المتوسط، وهذا ما كنت سوف أذكره بأن نسبة الإقبال تعادت بالأمس 28%. المراقبون وصفوا هذه النسبة بأنها نسبة فوق المتوسط من الإقبال. وفي لقاءات سريعة على مدار اليوم بالأمس مع السيدات في مختلف المراحل العمرية، بدأنا من الشابات مرورا بمتوسط الأعمار حتى المسنات الذين يتكبدون مشقة المجيء إلى هذه المقر الانتخابية للإدلاء بصوتهن، وتيسيرا عليهم يتم إنزال ملف
الانتخابي للإمضاء وأخذ أرقام الرقم القومي لهم، وحتى لا يصعدون الدرج ويتكبدون مشقة صعود الدرج. أيضا هناك تسهيلات كبيرة تقدمها هذه اللجنة بالإضافة إلى اللجان الأخرى التي جبنا بعض الأماكن هنا في محافظة القليوبية للتأكد من توفير بعض التسهيلات على السادة المواطنين لتسهيل عملية التصويت. هناك تأمين شامل سواء داخل المقر الانتخابية أو في محيط المقر الانتخابية، سواء من القوات الشرطة المحيطة ذهابا وإيابا على مدار اليوم لتأمين العمليات الانتخابية تحسبا لوقوع أي أخطاء تشوبه هذه العمليات الانتخابية الهامة، أو وجود القوات المسلحة التي تبذل جهدا واضحا وملموسا من الجميع سواء داخل اللجان الانتخابية بتأمين اللجان الفرعية أو الدرج أو الأبواب التي تخص اللجان، أو بالأمس داخل وقفوا طوال الليل لتأمين الصناديق حتى لا يخترق الأماكن التي تحفظ فيها الصناديق طوال الليل أي ما يحاول أن يخوض أن يخترق هذه الأبواب. بوجه عام نجلاء يمكننا أن نرصد أن بوجه عام في محافظة القليوبية أن الأمور هنا تتسم بالاستقرار والهدوء النسبي باستثناء بعض الدوائر الصغيرة التي تتسم بالسخونة الانتخابية مثل الخنكة وكفر شكر، وذلك كما ذكرت لوجود عصبيات لوجود عائلات لها تاريخ في مجلس نواب مصر السابق. ونتمنى أن تستمر هذه الانتخابات على هذا الأمر حتى تنتهي اليوم في غلق الصناديق في تمام الساعة 9 مع مزيد من المدخلات طوال اليوم لرصد العملية الانتخابية هنا في القليوبية. نعم إليك. نعم نشوى صالح متابعة لسير العملية الانتخابية من محافظة القليوبية، شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنتواصل معك على مدار اليوم. أنتقل مشاهدينا مرة أخرى إلى مراسل النيل في محافظة المنوفية محمد أبو حمد. محمد صباح الخير، كيف رصدت فتح اللجان اليوم في محافظة المنوفية؟ نعم نجلاء، نحن الآن في المركز الانتخابي بالمدرسة الثانوية القديمة بنات ببندر شبين الكوم عاصمة المنوفية. هذه اللجنة لجنة مختلطة يتاح فيها التصويت للناخبين والناخبات من الجنسين، وبالفعل هذه اللجنة بها خمس لجان فرعية. تم فتح اللجان الخمس الفرعية بهذا المقر الانتخابي لأمام الناخبين والناخبات في تمام 9 صباحا أمس. لم يكن هناك أي تأخير من جانب السادة القضاء والمستشارين في فتح باب الاقتراع أمام الناخبين والناخبات، واليوم نفس الوضع، كان هناك انضباط من جانب السادة القضاء وأيضا الموظفين المعاونين لهم بفتح باب الاقتراع في تمام 9 صباحا، ولم يسجل أي تأخير في أي من اللجان الخمس. ومعنا الآن المستشارة نرمين أحمد رئيس لجنة 43 إحدى اللجان الخمس بهذا المركز الانتخابي لتحدثنا عن سير العملية الانتخابية خلال عملية التصويت أمس وخلال الساعتين الماضيتين. بعد التحية سيادة المستشارة، بالنسبة لسير العملية الانتخابية أمس هل كان هناك أي مخالفات؟ لا الحمد لله لم أسجل مخالفات، أي مخالفات في اللجنة بتاعتي، الدنيا كانت ماشية كويسة الحمد لله، وقفلنا برضو في ميعادنا مظبوط والحمد لله تمام. سيادة المستشارة، بالنسبة للتيسيرات التي تقدم للناخبين والناخبات لتعرفهم كيف التصويت الصحيح لعدم إبطال الصوت؟ أي حد بيجي في البداية أنا نفسي بعرفه، قال لي إذا قال لي أنا عارف، وأحيانا بعض الناس بتيجي تقول لي طب أعمل إيه، أختار قايمة إزاي، أختار فردي كده، فبنفهم الناخب كل شيء نبقى ما قصرناش، وعشان صوته حتى نفسي أقول له عشان صوتك ما يبص يعني عشان نعم فهم. محمد أبو حمد مراسل النيل من محافظة المنوفية، شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنتواصل معك على مدار اليوم. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فرنسا، حيث وقع المؤتمر الصحفي بين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون حول بحث الضربات المحتملة على سوريا. إلى هناك أن يقوم به كل بلد تجاه الآخر في حالات معينة. يمكننا أيضا أن نلجأ إلى حماية سكاننا في إطار هذا الاتفاق، وأيضا في الأراضي الخارجية، وهذا يعني سوريا. ومن أجل حماية أراضينا وشعبنا
سوف نقوم في هذا السياق بالطبع بتعزيز أنظمة الاستخبارات وزيادة فعاليتها. لابد أيضا من الإشارة إلى أنه على الصعيد الأوروبي هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات، ولذلك كان من الضروري أن يجتمع وزراء الداخلية يوم الجمعة الماضي من أجل الحديث حول مراقبة الحدود ومكافحة التهريب واتخاذ القرارات المناسبة والتحرك بأسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك لابد أيضا من أن ننسق جهودنا على الصعيد الخارجي، فالمملكة المتحدة وفرنسا تشاركان في الائتلاف في العراق، وبالتالي نحن نحاول أن تكون ضرباتنا مفيدة قدر الإمكان في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك لابد من أن نتحرك في سوريا أيضا، وفرنسا اتخذت هذا القرار في شهر سبتمبر الماضي، والمملكة المتحدة سوف أيضا تدرس كيف لها أن تتحرك في هذا السياق، ولكن نحن مقتنعون بأنه لابد من أن نواصل ضرباتنا ضد داعش في سوريا. سوف نقوم بتكثيف هذه الضربات وسوف نختار أهدافا يمكن أن تحدث أكبر قدر من الأضرار في وجه هذا الجيش الإرهابي، وأيضا حاملة الطائرات التي ستصل قريبا بالطبع هدفها هو توجيه ضربات قاسية ضد داعش. بالإضافة إلى ذلك سوف نستند إلى قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة الذي حدد الأهداف التي لابد من أن تعتمدها الأسرة الدولية: تدمير داعش والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا. هذا الحل السياسي نحن نعمل مع ديفيد كاميرون منذ 3 أعوام من أجل التوصل إليه. الحل السياسي يعني القدرة على التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في سوريا، والقول بصراحة أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون مستقبل البلد الذي ساهم في ذبحه. بالتالي نحن نعتبر أن فيينا هو الإطار المناسب والصيغة المناسبة، ولابد من أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل التأكد من أن البلدان التي اجتمعت سيكون لديها هدف مشترك وهو التوصل إلى حل سياسي في سوريا فيما نواصل ضرب داعش. ختاما أردنا أيضا على الصعيد الأوروبي أن يكون هناك قرارات جديدة لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحركة الجوية، وأيضا هنا أفكر بتبادل المعلومات والدخول والخروج وأيضا الحدود الخارجية. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا ضمانات بأن الأشخاص الذين يأتون إلينا ليسوا متآمرين مع إرهابيين. لابد من أن يكون لدينا أيضا ضمانة بأن عمليات التحقيق والتفتيش التي تجري لدى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لابد من أن تكون مستندة إلى معلومات أكيدة. ولكن اليوم أود أن أشدد ليس فقط على الصداقة بين فرنسا والمملكة المتحدة، ولكن أيضا حس المسؤولية الذي يقودنا إلى تحديد خياراتنا في وجه الإرهاب، في وجه حماية شعوبنا، لأن مسؤوليتنا اليوم كبيرة. شكرا جزيلا فرانسوا، ويسرني أن أكون موجودا معك هنا اليوم. هذه المدينة التي عبر شعبها عن شجاعة وعزم ومرونة، هي مدينة زارها أو أتى الملايين إليها من أجل البعث برسالة واضحة إلى الإرهابيين، وهي أنكم لن تهزمونا، لن تتغلبوا علينا. عقب هجمات باريس نفكر بأهالي الضحايا والجرحى الذين ما زالوا يتعافون. لابد من أن أثني على عمل السلطات الفرنسية من أجل تفادي اعتداءات إضافية وردة الفعل، وأيضا شجاعة الشرطة الفرنسية. فمن المناسب أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل وضع حد للإرهابيين الذين يهددون حياة الأبرياء. المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة أصدقائها مثل فرنسا من أجل مواجهة هذا الشر. ناقشت مع الرئيس أولاند كيف لنا أن نعزز تعاوننا لمكافحة الإرهاب
الشعب وكيف لنا أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل هزم داعش في العراق وسوريا. دعوني أتحدث عن هذين الأمرين. أولا مكافحة الإرهاب، نحن نواجه تهديدا مشتركا وسوف نتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل حماية أنفسنا بشكل أفضل من هؤلاء الإرهابيين الوحشيين. المملكة المتحدة وفرنسا تفعلان ذلك أصلا، ولكن الآن اتفقنا على تعزيز تعاوننا وأيضا مع جيراننا الأوروبيين وأيضا القيام بالمزيد من أجل مواجهة تهديد عودة المقاتلين الأجانب، وهذا يتطلب جهودا أوروبية مشتركة. نحن بحاجة أيضا إلى حدود خارجية أكثر فعالية، وذلك من خلال عمليات تحقيق وتفتيش وتبادل في البيانات بين الدول الأعضاء. ومن دون أي تأخير لابد من الاتفاق على القواعد التي تسمح لنا بتشارك سجلات المسافرين، فمن المخزي أن نتمكن من أخذ هذه المعلومات من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك لابد من أن نمنع وصول الأسلحة والذخيرة إلى أيدي الإرهابيين، وأيضا لابد من الحديث عن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي لابد الآن من أن يحول كلماته إلى أفعال. نحن لا يمكننا أن ننتظر أكثر، لابد من أن نقوم بالمزيد من أجل حماية أنفسنا في أوروبا ومن أجل هزم داعش في سوريا والعراق. المملكة المتحدة تطلع بدورها في إطار مكافحة داعش من خلال ضرب مواقع في العراق وتوفير معلومات استخباراتية في أجواء سوريا ومساعدة أصدقائنا وحلفائنا. المملكة المتحدة دعمت التحرك ضد داعش في سوريا والعراق، وفي البرلمان هذا الأسبوع سوف نناقش استراتيجية شاملة من أجل مكافحة داعش، وأنا بالطبع أدعم التدابير التي اتخذها رئيس أولاند من أجل ضرب داعش في سوريا، وأنا واثق من أن بريطانيا يجب أن تفعل ذلك أيضا. بالإضافة إلى ذلك لابد من أن يقرر البرلمان ذلك في نهاية المطاف. بالطبع الرئيس فرانسوا أولاند تحدث عن عمليات القوات الفرنسية وأيضا الجهود الرامية من أجل السعي إلى إيجاد حل للنزاع في سوريا. نحن نرحب بمحادثات فيينا الأخيرة، ونحن ندعو إلى المحافظة على هذا الزخم ودعوة كل الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل وضع حد لسفك الدماء ووضع سوريا على مسار مستقبل ديمقراطي أكثر أمانا واستقرارا. هذا ما ناقشناه هذا الصباح. في وقت لاحق من هذا الأسبوع الرئيس أولاند سوف يلتقي الرئيس أوباما والرئيس بوتين والمستشار من أجل مواجهة هذا التهديد الإرهابي. بعد أسبوع تقريبا على هجمات باريس، هذا الاعتداء الذي سعى إلى تحقيق الانقسام فيما بيننا، نحن لم ننقسم ونحن عازمون على تدمير هذا التهديد. نحن متضامنون معكم. شكرا. هكذا مشاهدينا تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقد في فرنسا بين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، حيث أكد أولاند أنه كان من الضروري أن يجتمع وزراء الداخلية الجمعة الماضية من أجل مراقبة الحدود ومن أجل تنسيق الجهود على الصعيد الداخلي. أولاند أشار إلى أنه كان لابد من التحرك في سوريا، وأن فرنسا اتخذت القرار أنهم مقتنعون بالضربات التي يقومون بها مع التحالف في سوريا. أشار أيضا إلى أنه يستند إلى قرار مجلس الأمن وهو تدمير داعش والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا ووجود حكومة وطنية، وأن بشار الأسد لم يعد له مكان في سوريا. على الصعيد الأوروبي كانت هناك قرارات فيما يتعلق بمراقبة الحركة الجوية وتبادل المعلومات والحدود الخارجية، وأيضا ضمان أن الأشخاص الذين يدخلون بلادهم ليسوا متآمرين مع الإرهاب. وشدد أولاند على حس المسؤولية بين المملكة المتحدة وبين ديفيد كاميرون، تحدث عن اتخاذ المملكة المتحدة لإجراءات قوية خلال الأيام القادمة وإجراءات حاسمة من أجل مواجهة الإرهابيين، وأن المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل التعاون وتعزيز التعاون مع فرنسا من أجل هزم داعش في سوريا والعراق، وأن لابد من منع أيضا وصول الأسلحة والذخيرة إلى أيدي الإرهابيين.
نستكمل مشاهدينا نشرتنا من شاشة النيل الأخبار، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن متانة وقوة العلاقات المصرية الأمريكية تمكن الجانبين من الارتقاء بتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة تتناسب مع ما يشهده الشرق الأوسط والعالم من متغيرات، مؤكدا حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة في جميع المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لعدد من قيادات الكونغرس الأمريكي، حيث عقد لقاءين منفصلين، الأول مع سيناتور الجمهوري روبرت كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم لقاء ثان مع نائب الجمهوري دانا روبراخر رئيس اللجنة التهديدات الناشئة بمجلس النواب، ونائبة الديمقراطية تولسي جابارد عضوة لجنتي الخدمات العسكرية وأوروبا وراسيا بمجلس النواب الأمريكي. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. الحكومة تقرر اعتبار اليوم نصف وقت عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. تواصل عمليات فرز أصوات المصريين بالخارج، والخارجية تؤكد زيادة التصويت من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالنسبة مقارنة بالمرحلة الأولى. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. موجز جديد على رأس الساعة.